وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح على المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات. ويراعي المرسوم تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاء للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة. أوضحت اللجنة في تقريرها أيضا أن المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات يهدف إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع وتخفيف العبء عن عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات. بعدها أخذ المجلس بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية. وافق مجلس الشورى اليوم على مرسوم بقانون بشأن الوساطة في تسوية المنازعات، أعتقد جازما بأن هذه الموافقة هي إضافة للبنة جديدة في جدار المنظومة العدلية والقانونية، وكذلك ستساهم بشكل كبير في استقرار جذب الاستثمارات لمملكة البحرين. كما نعلم بأن الدول تقيم في هذا الجانب في قدرتها على إدارة النزاعات القانونية، وكذلك قدرتها على أن يكون لديها وسائل بديلة لتسوية هذه المنازعات، أهمها الوساطة لاتسامها بالسرية والاتسامها كذلك بالمرونة في الإجراءات، ولأنها أيضا توجد وتخلق حلول بديلة خلاقة تبقي دائما على العلاقة الإيجابية بين أطراف النزاع. إن شاء الله راح يشهد هذه التطبيق هذا المرسوم أحد الركائز الأساسية لمسألة الإسراع في حل المنازعات التي تطرأ ما بين الأفراد أو ما بين الأشخاص الاعتباريين. بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، طبعا هذا المرسوم يسد فراغ تشريعي في ديوان الخدمة المدنية، وهو التدرج في الجزاء التأديبية وتشكيل لجان التأديب. اليوم طبعا هذا المرسوم الحقيقة لاقى إجماع من جميع أعضاء المجلس، بسبب أنه يصب في خانة وفي صالح الموظفين العموميين وشاغلي الوظائف العليا.